الفلاح؟ نتفرج يا عم. يا عم ما يصحش الناس تقول ايه؟ بتفتش في حاجتهم؟ ايه؟ سيب بس الحاجة دي بس. اسمع بس، ده في فيردي والنقشبندي وطه الفاشن. يا عم سيب كل حاجة مكانها. ايه ده؟ بص ايه رايك في البيانو ده؟ في شويه خشب حلوين. شويه خشب حلوين؟ ايه رايك فيه يا جدع؟ بقول لك رايك فيه. رايي فيه؟ انا بالنسبه لي الطبل احسن منه. اه طبعا، بس بص الصوت ده. جرالك ايه يا احمد؟ من امتى انا بفهم في بيانو ولا في بانيو ولا الكلام ده؟ لا انا غيرك بقى يا حاج. انا نزلت واخترت احلى واغلى بيانو واشتريته. اشتريت ايه؟ بيانو يا حاج. وهتحطه فين يا حبيب ابوك؟ في المصمط؟ لا اهو حطيته هنا اهو اهو. هو ده؟ بمناسبه ايه؟ بمناسبه امل. امل؟ ده انت مالي ايدك منها بقى. مع ان كان بينا مصانع الحداد يا فتحي. وبعديه؟ ولا قبلين لقيتها مختلفه عن كل الناس. مختلفه عن سميحه وصباح؟ بس يا جدع انت على صباح ايه؟ امل ما تعرفش ان في صباح، تعرف ان في سميحه، ما تجيبش سيره صباح. والله العظيم يا احمد اللي يفتح دماغك تلاقي فيها النسوان مع الشاشه. انا مش فاهم بتلاقي وقت للشغل امتى؟ الكلام ده مش صحيح استاذ احمد. بالنسبه لموضوع امل، طلب حضرتك مرفوض. ولا خفت عليا؟ خفت منك طبعا. كان لازم اشوفك يا سلام. وانت علشان تشوفني تعمل فيا كده وتعرض نفسك للموت؟ طيب شفت الورقه دي؟ قررت انا احمد توفيق وانا بكامل قواي العقليه ان القي بنفسي امام السياره خلاصا من حياتي والتي لا اريد ان اكملها بدون امل، ولهذا قررت الانتحار. احمد توفيق. ليه؟ عشان بحبك يا امل. يا سلام، هو اللي يحب حد يعمل فيه كده؟ كان نفسي اقول لك ان في عندي فرصه مش هتلاقيها عند حد غيري. دي فرصه ايه دي بقى؟ تصوري يا امل، واحد عنده استعداد ينهي حياته تحت عجل عربيتك عشان بيحبك. فكري كده، لو اديتوله فرصه تعيشوا مع بعض ممكن يعمل لك ايه ويحقق لك ايه؟ بس اللي انت عملته ده يخوف، ده تصرف واحد ما عندوش اي نوع من انواع العقل. اتصرفت بكل العقل، كل الاصول. رحت لجدك عشان اطلبك منه ورفض. أنا ما بسألكيش رفض ليه. كمان مش عايز أقول لك إن اللي عمله ده ممكن يكون هبط عزيمتي تجاهك، لا انسي. ده زادني إصراراً على إصرارنا. طب أنا مطلوب مني إيه دلوقتي؟ مطلوب إنك تسمعي كلامي لو ممكن. قبل كده كان ممكن. وبعد كده؟ مستحيل أسمع كلام واحد مجنون زيك. وبعدين بقى يا أما؟ الجنون على فكرة بيبقى أحياناً هو الوسيلة الوحيدة عشان توصلي للي قدامك. خصوصاً لو كنت جربتي معاه العقل. وبعدين المغامرة ما هي نوع من أنواع الجنون، وأنا مؤمن جدا بنظرية يفوز باللذات كل مغامر. ما تخلينا سوق أنا بقى. لا طبعا يا بنت، خلينا سوق حد أبوك. خلينا سوق. لا أيوة كده يا شيخة حاجة. ازاي بقى؟ الله اقول لك ازاي احنا رايحين فين كده؟ مش هيبقى فيه دهشه، واذا ما كانش فيه دهشه مش هيبقى فيه مفاجاه، واذا ما كانش فيه مفاجاه اجيبك منين يا بهجه؟ طبعا مش فاهمه اي حاجه، بس حاسك بتحاول تكسب وقت. في الحقيقه دي كمان يعني ملاحظه تستحق التقدير. ليه؟ ذكائك. طيب بما اننا بنحاول نكسب وقت بقى، ايه رايك في المراه الذكيه؟ ما احبهاش. لا بس مش معنى كده اني ما بحبكيش طبعا. بس معنى كده ان انا ذكيه. ايوه طبعا، بس ده اعتراف مني بانك ذكيه وجميله، لان المراه الجميله في الحقيقه بس يعني بتكتفي بجمالها. اعجاب الناس بيها بقى فبتكسل انها تعرف الاخرين، انما انت في الحقيقه بتجمعنا بين الاثنين، وده استثناء عن القاعده. انا متهيألي ان احنا كده وصلنا. مش فاهم ده خوف ولا ندم؟ الاتنين يا الاتنين. تيجي ازاي يعني؟ خايفة قوي يجي يوم انت من انا عملت كده. الله، هو انا مش سألتك يا ستي وقلتي لي انك تمام وخدت قرار؟ ما اسمهاش سألتك، اسمها استفزيتك. استفزيتك ولا سألتك؟ المهم انك قلتي لي انك خدت قرار وانك مسؤولة عن قرارك وقده. انا طبعا متحملة مسؤولية قراري وقده كمان، بس انا مش عارفة اقول ايه لجدي. جدك صحيح، بمناسبة جدك هو كان رافضني بيه عشان انت متجوز.
وعندك بنت. طب قولي لي انت، لو كنت قابلتك قبل ما اقابل مراتي كنت برضه حبيتك واتجوزتك؟ المفروض انا اللي اسالك السؤال ده. الاجابه كنت حبيتك واتجوزتك، وكنت هتبقي الزوجه الاولى والاخيره كمان. والله بل اصل انا بقى في الحقيقه يعني مؤمن قوي بمساله النصيب دي، ومؤمن كمان بان مهما قابلنا في الدنيا لازم نغلبها، ما نخليهاش تغلبنا. حكي بقى. ايوه كده يا شيخ. احمد احنا اتكلمنا في الموضوع ده 100 مره قبل كده، وانت عارف كويس قوي ان انا عمري ما هتحجب. هو ده مش حجاب اصله، دي طرحه وهتحطيها على شعرك يا امل. على فكره انا من حقي غير عليكي، من حقي ما حدش يشوف شعرك غيري. لا دي مش غيره، وانت عارف كده كويس، وبعدين انا مش سميحه. والله العظيم غيره. وماله؟ الغيره كويسه، بتغير يعني بتحبني، لكن لما تبطل تغير يبقى زي زيها. طيب بطلي السجاير بس عشان بتخنقني. الدخان اللي بيخنقك ولا كلامي اللي بيخنقك؟ الحقيقه لا ده ولا ده. اللي بيخنقني واللي مزعلني قوي انك مش عايزه تعملي اي حاجه عشان خاطري. يا احمد انا عملت كل حاجه علشان خاطرك، اتجوزتك من غير فرح وضد رغبه جدي ومعظم الناس اللي اعرفهم، ووافقت كمان ان جوازنا يبقى شبه في السر. برافو عليك، تمي بقى جميلك وبطلي دخان عشانك مش عشاني. مش هبطل سجاير ومش هلبس طرح، وكفايه قوي ان انت خليتني ما اشربش سجاره بره البيت. شوف مين اللي على التليفون. مش هشوف مين على التليفون، انا ما حدش بيتصل بيا هنا. الو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك. ثانية واحدة. مين؟ محمد أخوك. أيوة ما هو مش جنان برضه. قلت طرحة لا قلت حاضر. قلت سجاير قلت ماشي. إنما هتيجي تقولي لي خلفة لا أقول لك لا وستين ألف لا. أنا ده حتى ربنا يغضب علينا يا أمل. يا احمد اهدى وبلاش تنفعل يا سيدي، انا مش رافضه المبدا، لكن مشكلتي كلها في التوقيت، ما فيهاش حاجه ابدا ان احنا ناجل سنه ولا اتنين. هو العمر فيه كام سنه ولا اتنين؟ بص بقى، احنا ربنا خلقنا علشان نعمر الارض ونعبده، وانت بقى باين عليكي كده مش ناويه تعمري الارض يا امل. طب اهدى دلوقتي والبس هدومك ويلا نلحق الاتيليه قبل الامسيه ما تبدا. امسيه برضه بتكلميني في الامسيه؟ شعر ايه اللي هسمعه والواحد بيغلي كده؟ لما تسمع شعر هتهدى، وبعد كده شوف لنا مكان لطيف نتعشى فيه سوا. يا سلام يا سلام، ليه عشاء؟ هتجيني منين نفسي بعد الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ الله يرحم ايام ما كنت بتطب عليا في الاتيليه كل شويه، وتعمل لي في مفاجآت، وترمي نفسك قدام عربيتي، وتتحايل عليا ان احنا نقعد نتعشى مع بعض. انت جرالك ايه بس يا احمد؟ جرالي؟ يا امل انت لما تكوني مش عايزه تخلفي مني ده معناه انك بتقضي على مستقبلنا مع بعض. وده معناه ايه بقى الكلام ده؟ معناه انك ما بتحبنيش زي ما انا بحب. ده الباسبور اللي انت حطيته في الجلاب ده؟ الباسبور بتاعي. ممكن اسال ليه؟ ان شاء الله نويت اسافر الحج السنه دي. ربنا يتقبل. وهتسافر تحج لوحدك؟ ليه لوحدي ليه؟ هبقى انا وفتحي وامي وابويا ان شاء الله ومحمد. بس؟ ايه بس؟ دماغك راحت لفين؟ لا ابدا مجرد سؤال. ده غير ان انا حاساك مش مبسوط. مش مبسوط. يا ترى السبب ليه دعوه بيا ولا بعيد عني ومش عاوزني اعرفه؟ تفتكري ده مهم ولا المهم اني مش مبسوط؟ تستغرب لو انا قلت لك ان انا كمان مش مبسوطه؟ سبحان الله، ليه؟ اقول لك بصراحه؟ يا وصلت لاقول لك بصراحه؟ حسيتك اتجوزتني علشان انت متراهن عليا. مع مين؟ مع نفسك، عليا. وايه بقى اللي وصلك الاحساس ده؟ انت مش شايف انت بتعاملني ازاي؟ ازاي؟ يا احمد بقى بطل طريقتك المستفزه دي معايا بقى. كمان بقيت مستفز يا امل؟ ولو استفزازك ده زاد عن كده يبقى يا ريت ننسى ان احنا عرفنا بعض من اصله. اصله ده ايه يا حاجه؟ انت يا ست هانم، انت مراتي مش واحده لسه هتعرف عليها. والظاهر انها كانت غلطه كبيره قوي لما فكرت اتجوزك. شو برضه اللي هيكلمني اتجوزك؟ انا اللي اتجوزتك مش انت اللي اتجوزتيني. هي دي مشكلتك، انت مش شايف غير نفسك وبس. كل اللي حواليك دول ورق كوتشينه تقلبهم تلعب بيهم زي ما تحب، انما تحسهم لا. هقول ايه؟ هتجيبه منين؟ ما هو فاقد الشيء لا يعطيه. شكرا يا امل على البازي المحترم المتربي ده. انا اسفه يا احمد، بس انت عارف ان انا صريحه وما بعرفش اخبي. على فكره انا عاوز اروح اقعد عند جده شويه.
لحد ما ارجع طبعا. يعني هقعد معاها شويه بس مش عارفه انا هرجع امتى. اتفضل يا فندم. يا امل استعذرني حضرتك. يا امل. ايوه. لا استوري نفسك لو سمحت. استوري نفسك معلش لما اظبط على فجاه كده. ايوه اتفضل سعادتك. تشوفوا وفتشوا زي ما انتوا عايزين. ايه يا احمد فهمني انت عملت ايه؟ عملتش حاجه يا امل، دي عمليه احترازيه بس عشان يتاكدوا ان انا ماليش علاقه باغتيال السادات. اغتيال السادات؟ لو النبي الله يكرمك مش وقته خالص. ممكن بعد اذن حضرتك اروح اجيب لها شويه ميه؟ مش هينفع تغيب عن عيني ثانيه واحده، سيبها قاعده هنا وتعالى معايا على المطبخ. انا مشيني من هنا مش قادره. انا حاسه اني هرجع. ترجعي؟ اوعى تكوني حامل. امل يا امل امل أمل. بص ملح وتاني لا لاقيها لا هي ولا جدها. لا حول ولا قوة الا بالله. ما تعرفش اي حد من قريبها؟ اي حد من معارفها؟ اي حد نعرف هي راحت في انهي داهية؟ ما اعرفش حد خالص غير جدها. ما تلاقي جدها ده خدها وسافر برا مصر. ما هم خايفين على نفسهم اكيد. تلاقيهم كمان فاكرينك انت اللي قتلت السادات. صحيح يا اولاد، الناس بقت تترعش من الموضوع ده. تترعش رعش كده، محدش عارف البلد راح على انهي حتة. يعني فضلت طول الوقت اللي فات ده مش عايزه تحبل، لما تحبل تبعد عني ما اعرفش هي فين. الغايب حجته معايا يا احمد، وان شاء الله تعترف فيهم. خايف يا حاج ما اعترفش فيهم. وخايف اكتر تكون حامل فؤاد. يعني الوقت اللي بتمناه من الدنيا طول عمري يوم ما يجي ما يجيليش انا. الله 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 يا ابو حميد، ما تصلي على النبي امال. الله انت خلاص يعني عرفت انه واد وعرفت انه مش جاي لك؟ ده انت طول عمرك متفائل يا راجل، ايه التشاؤم ده؟ يا فرحتي بيكم انتوا الاثنين، متفائل ومتشائم. هنقعد نتكلم في الحزن ده طول النهار؟ يا جدع انت مش قايل لك ان شاء الله ربنا هيعطرك فيهم؟ خلاص خلينا نتكلم بقى في الشغل. صلى على النبي وعلى الصلاه والسلام. موضوع البيع الارض الامجد ده انا مش موافق عليه. ليه بس يا حاج؟ ايه المشكلة؟ الله، ده الراجل قال لك هشيل الأرض بمشاكلها ونطلع في الآخر كسبانين كمان. بعدين على فكرة يا حاج أنا كلمته في كل حاجة والراجل ما قالش لأ، وبعدين ده مستعد يكايش دلوقتي. أهو على البركة. يبقى بشرط واحد. اتفضل يا حاج. الفلوس اللي هناخدها منه نشتري الأرض اللي أنا قلت عليها. أوه بقى. إيه اللي هيودينا الكيلو 26 يا حاج؟ الكيلو 26 ده يا عبيط هي أرض المستقبل. هنعمل أكبر مدينة سكنية. هنعمل مزرعة فراخ على أكبر مستوى في مصر. افهمني. ده 1000 فدان. ألف فدان يا أحمد، ألف فدان. أيوة يا حاج، هو بس محمد قصده يعني إنها بعيدة شوية. بعيدة؟ يا أخويا عبال ما تروح بالعربية وترفع سماعة التليفون تكلم كل واحدة من نسوانك هتكون وصلت بالسلامة.